وعايزين نعرف احوال المية ايه، لان كهرباء ومية او مية ونور يعني زي ما احنا دايما بنقول بيبقى الحمل تقيل على ناس كتير مننا لكنهم مرتبطين ببعض فعلا. معنا دلوقتي سيادة العميد محي صرفي، مدير العلاقات العامة والاعلام بالشركة القابضة للمياه. مساء الخير سيادة العميد. عايزين نعرف من حضرتك احوال محطات المياه ايه، مياه الشرب وتصرفتوا ازاي او ايه الاجراءات اللي موجودة دلوقتي. هو اولا انا بطمن حضرتك وبطمن الساده المشاهدين ان عاد تاني الكهرباء لجميع محطات مياه الشرب داخل القاهره الكبرى والجيزه وفي المحافظات عندنا يا فندم. الحمد لله كل محطات المياه عادت مره اخرى للعمل. الحمد لله الحمد لله يا فندم، عادت الكهرباء تاني ودلوقتي المحطات وانا بكلم حضرتك شغاله بكامل طاقتها. بالنسبه للتاثير يا فندم، احنا تاثرنا من الساعه 6 الصبحيه بانقطاع كامل للتيار الكهربائي عن جميع محطات جنوب القاهره ومحافظه الجيزه والسويس. تمام يا فندم؟ دي اثرت علينا يا فندم في طبعا انقطاع الميه وضعفها في بعض المناطق. انا يعني الحمد لله سيادتك كان عندنا اداره ازمه، احنا عندنا مولدات احتياطيه. المولدات الاحتياطيه دي تم تشغيلها، شغالت لي نص الطاقه الانتاجيه للمحطات بحيث ان هي ما تخليش عندي المواسير تبقى فاضيه او تبقى الروافع بنص فاضيه. الطاقه الانتاجيه يعني ميه تبقى موجوده بس ضعيفه؟ اي يا فندم، تبقى موجوده بس ضعيفه. بس في ناس كتير الميه اتقطعت عندها يا فندم. اي يا فندم، لو في مناطق عاليه بتنقطع عنها الميه، وانا قلت لحضرتك ان انقطاع في مناطق وانخفاض في مناطق اخرى. تمام يا فندم؟ فانا بطمن حضرتك ان دلوقتي الكهرباء عادت، انما هنقعد مستمرين في ده في الحاله اللي احنا فيها من ساعتين لاربع ساعات، اللي هي حسب كل محطه وانتاجها وقربها من مناطق اللي هي تسحب منها الميه، وطبعا عشان نخلص على الروافع وندخل فيها الميه. طيب المناطق العاليه الاقل حظا والمناطق المنخفضه الاوفر حظا اللي هم ايه بقى؟ حضرتك يا فندم القاهرة الجديدة دي طبعا اتأثرت، عندك المقطم اتأثرت، مدينة نصر طبعا متأثرة، مناطق الجيزة بالكامل. مناطق ايه يا فندم آخر حاجة حضرتك بتقولها دلوقتي؟ مناطق الجيزة. 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 الجيزة، ريف الجيزة كله كان متأثر، ومدينة أكتوبر من محطة أكتوبر، إنما محطة الشيخ زايد ما تأثرتش لأن شغالة بالمولد الاحتياطي فما تأثرتش غير بضعف، انما اكتوبر لسه ما دخلهاش التيار الكهربي محطة اكتوبر فهي متأثرة بيها. انما غير كده يا فندم الحمد لله في عندنا برضو مؤثر اخر حصل النهارده، وهو انكسار ماسورة 900 مللي في شارع ابن الحكم في المطرية، ده اللي بيغذي روكسي والقربة والنزهة الجديدة، وده برضو للاسف كان حصل كسر الصبحيه بدري برضو وتعاملنا معاه وجاري الاصلاح دلوقتي يا فندم تباعه. طيب والمناطق المنخفضه بقى اللي هي المحظوظه؟ لا المحظوظه اللي هي طبعا القريبه اللي هي مناطق الظاهر، مناطق في الظاهر في الويلي، في بعض مناطق اللي هي موجوده في وسط البلد الكبرى، المناطق دي كلها ما تأثرتش لان التيار الكهربي كمان ما اتقطعش عن المحطات اللي بتغذيها، فبالتالي كان اوفر حظا يعني ان المياه طيب كانت موجوده فيها. بالنسبه لمدينه نصر والجيزه والقاهره الجديده والمقطم، يعني اكتوبر كده كده حضرتك بتقول ان لسه الكهرباء ما وصلتش للمحطات، لكن مدينه نصر والجيزه والقاهره الجديده والمقطم طالما ان هي مناطق عاليه وطالما ان هي بتشهد كده كده مشكلات، ليه ما بيبقاش في مولدات اضافيه ليها؟ لان طبيعي يعني ده نص مصر فيها تقريبا. سيادتك يا فندم المولد عندنا المولدات يا فندم بتشغل نص الطاقه، لان انقطاع الكهرباء يا فندم ما بيكونش انقطاع دائم، وعلى اساس كده هو وكان في تواصل بيننا وبين وزاره الكهرباء فبيبعتوا لنا مولدات تشغل المحطات بتاعتنا. ايوه يا فندم معاك اتفضل. ايوه يا فندم السي بي سي. يعني حضرتك بتتكلم على اساس بما ان المولدات اكتر عدد اشتغلت فيه النهارده، وكل المولدات على الاصح يعني هتلاقيها اشتغلت النهارده، فالمناطق العاليه كان صعب ان المولدات تقوم بتوفير المياه ليها. ايوه اللي احنا كتبنا بالنسبه
المحطات يعني مثلا هتجيبهم في القاهره الجديده، هتلاقي في مناطق منخفضه ومناطق عاليه ونفس الشبكه واحده اللي بتغذيها. تمام، ما اقدرش افصل الاثنين عن بعض، ما اقدرش انا عندي كميه ميه مع قدره كهربائيه اقدر اوصلها للناس. اللي حصل النهارده اللي ده يعني حاجه خارجه عن اراده اذا كان وزاره الكهرباء او الشركه القابضه، فبالتالي مأثره علينا طبعا، انما في يعني بنحاول ان احنا نوصل المياه لاهالينا في كل المناطق. طيب المناطق الاقل حظا اللي هي مدينه نصر والجيزه والقاهره الجديده والمقطم، رجعت لهم المياه ولا لسه؟ لا لسه يا فندم، لا ده لسه. انا قلت لحضرتك هترجع في خلال من 3 لـ4 ساعات. من 3 لـ4 يعني مش قبل 3 ساعات على بال ما ترجع له. ايوه يا فندم، لان الدوره اصلا جوه المحطه بتاخد ساعتين، ده غير ان انا بدفع المياه للخزانات الرئيسيه بتاعتي وبعد كده ادخلها على الشبكه كلها. الشبكه فاضيه للاسف، طبعا لازم اخد في حاجات تنميات يعني اعملها بحيث ان انا اخلي المياه توصل لجميع اهاليها، فبتاخد فتره من الزمن مش اقل من 3 لـ4 ساعتين. نعم. العميد محي الصرفي مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة القابضة للمياه، شكرا ليك. نتمنى أن المية يعني لو ينفع أن هي قبل 3 ساعات أكيد للمناطق اللي حضرتك ذكرتها أكيد هيكون أفضل، لأن مية ونور في نفس الوقت بيبقوا كتير قوي على الناس. لكن عموما شكرا، شكرا برضو على مجهودات طبعا اللي أنتوا بتقوموا بيها. كل أجهزة الدولة النهاردة يعني استيقظت في الصباح الباكر، وهي كله بيحاول ان هو يلحق وبيحاول ان هو يجري عشان يشوف اسباب الانقطاع، عشان يشوف النتائج اللي ممكن ان هي تبقى موجوده نتيجه الانقطاع، ترك كهربائي، طيب ممكن يبقى نص طاقه، طب ربع طاقه، اهون ما تبقى الطاقه بشكل كامل منقطعه. يعني العميد محي الصرفي مدير العلاقات العامه والاعلام بشركه القابضه للمياه بيقول احنا كنا بنقول ان شاء الله حتى بنص طاقه على اساس المياه توصل ضعيفه بدل ما يبقى ما فيش خالص بالنسبة للمناطق اللي هي الأوفر حظا كما أطلقنا عليها، المناطق المنخفضة. لكن المناطق العالية اللي زي مدينة نصر والجيزة والقاهرة الجديدة والمقطم قدامهم من 3 لـ4 ساعات عشان المية ترجع تاني معنا.